احنا علماء اثار، عالم الاثار لما بيجي يدرس بيدرس علشان التعليم وعلشان نعرف ثقافات الشعوب القديمه، هما كانوا بياكلوا ازاي؟ طب هما كانوا في الجو الحر كان عندهم تكييف زي اللي عندنا دلوقتي؟ طب كانوا بيحفظوا الطعام بتاعهم ازاي؟ طب هما ليه عملوا المقابر اللي احنا لسه شايفينها لحد دلوقتي؟ فعالم الاثار فايدته ان هو يبحث عن العلم والمعرفه والثقافه، مش مجرد ان احنا بنعمل حفاير علشان نطلع كنوز من تحت الارض. في النقطة دي بالذات عملنا قسم كبير جوه متحف الأطفال يشرح ده. فعملنا له لعبة تكنولوجي وفي نفس الوقت لعبة تفاعلية بالإيد. احنا قريبين من حاجة دلوقتي إن ده بالنسبة لنا احنا مسميينه ماسكوت. لما بيجي يلعب تكنولوجي جوه اللعبة لازم يلاقي شخصية، الشخصية دي بتساعده طول اللعبة وبتقول له المراحل اللي هيعملها إيه. فهنيجي لمثال اللعبة اللي احنا بنتكلم عنها ده، إزاي تكون عالم آثار، تعمل حفاير وطلع قطع أثرية قيمة نحركها جوه المتحف ونعرضها في المتحف. طب ليه اخترنا دي وسميناها ايه؟ لما يجي الطفل هنا يشوفها هيلاقي ان احنا كاتبينه المعلومات وراها، ان دي عالمة آثار، هي الدكتورة تحفة حندوسة، سابت بصمة في علم الآثار. فلما جينا سمينا الماسكوت سميناه دكتور او سميناه تحفة، فهو كده كمان بيتعلم عن علماء الآثار ويكون عنده قدوة ليهم. طب اللعبة دي بنعمل فيها ايه؟ اللعبة دي بتعلمه كل مراحل الحفاير، بداية من ان هو بيعمل مسح للطبقة الأرضية لحد ما يطلع قطعة أثرية ويطلع لها شهادة ميلاد، وبعد كده شهادة الميلاد تبقى بطاقة، والبطاقة تبقى بحث علمي كامل عن القطعة الأثرية بكل تفاصيلها. مش بس كده، المرحلة اللي بتدخل فيها للترميم. طب هل هنقف عند كده؟ لا، بنتحول كمان للمرحلة اللي القطعة بتتاخد وتتعرض جوه المتحف. هل علم الآثار هو علم آثار فوق الأرض بس؟ لا، ده كمان في الآثار الغارقة، الآثار اللي هي تحت الماء. طب هل عندنا علماء آثار فعلا كان ليهم بصمة في علم الآثار تحت الماء؟ هنلاقي هنا كمان عالم الآثار كامل أبو السعدات. فبرضه زي ما كنا بنطلع آثار من الرملة أو من آثار من الأرض، كمان طلعنا آثار من تحت المية زي مثلا من اسكندرية. والآثار دي لما تيجوا المتحف المصري الكبير هتلاقوا منها معروض جوه المتحف. فإحنا كده منتظرين الكل يجي يزور متحف الأطفال من كل حتة في مصر، بداية من الطفل اللي لسه في بطن مامته، يعني لسه ما بقاش عنده سنة، لحد 15 سنة. وكمان هنعمل برامج للأسرة كلها، يعني يقدر الطفل يجي هو ومامته وباباه والجد والجدة، فأي حد موجود في مصر يقدر يجي يزور المتحف المصري الكبير.